السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك كنت شغال في مكتب محاسبة، ومكاتب المحاسبة دي بتمسك حسابات لشركات يعني. يعني مثلا بيجي على الشركات دي مثلا الأرباح بتاعتها بتاعت السنة، وبيبقى عليها ضرائب كل سنة. فمثلا لو الشركة مثلا عملت أرباح مثلا 100,000 مثلا في السنة، فاحنا ما كناش بنكتبها كده، بنقلل الأرباح مثلا نكتبها 10,000 مثلا، بحيث لما يجي عليها ضريبة تبقى أقل. طيب، يعني أنت تسأل عن كونك تزور. هي المكتب كان يعمل. اعذرني، لا أوافقك، لا أوافق على التزوير. شكرا.